عم صابر يا طنطاوي يا سلامة يا عم عمر المعلم عايزك بقى يلا فوق المعلم عايزك مش عارف يلا فوق يلا فوق يلا يا جدع عرعر يلا فوق المعلم عايزك بره اتفضلوا كلكم وقفوا لي طابور قدام المكتب. انا بقالي اسبوع في موال مع واحد منكم بخصوص الرجاله اللي بتشتغل في الفرن. الفرن ده مش بتاعي، لا ده بتاعكم انتم، انتم تستاهلوا كل خير، وعشان كده عملت لكم حاجه. عربون جدعنه 10 ايام لكل واحد فيكم. ربنا يخليك يا معلم يا كريم. والعشر ايام بتوعك هيبقوا 15 يوم، عشان ده راجل صاحب عيال ولازم نقف جنبه في الزنقه. ربنا يخليك يا كريم ويديك الصحه يا سيدي المعلمين. ويديك الصحه يا طنطاوي. اما اخونا قليل الاصل قال لي يا معلمه العمال دول صنف نمرود، اديني انا 15 يوم ونايمهم لك انا بكلمتين. قلت له لا، العمال دول اخواتي وحبايبي وانا عايش من خيرهم. مين النجل ده يا معلم؟ شوقي. حسابك يا شوقي العشر ايام معايا انا، وادى شفروت. ايوه معلم. خد عم صابر وقبض الرجاله وما تنساش زي ما قلت لك. من عينيا يا معلم. استنانا يا شوقي. يلا رجال يلا يلا يلا. انا مش عرفني. طب شوقي عامل ايه؟ انا عايش يعني يا معلم. انت بتقفل الباب ليه يا معلم؟ هنرقص دانس يا روح امك. عيب يا معلم، انا ما غلطتش فيك وما تجيبش سيره امي. عجلي ما هو ادهب معروف، من دداك ددي ومن عداك عدي، صح يا واد؟ ما اعرفش. النجم ميت وهو حي. يا معلم انت عارف كويس قوي ان انا مش نجم. نجم شويه عليك يا خسيس يا ابن الخسيس. كام دول يا واد؟ 5 يا معلم. ودول يا واد؟ 5 يا معلم. يبقوا كام يا واد؟ يبقوا 10 يا معلم. ال10 دول بتوعك. يا معلم انا مش عايز امد ايدي عليك. الله، انت بتقلع هدومك ليه يا معلم؟ عشان اوريك هو مين المعلم. يا معلم اختشي. اختشي يا معلم. فهمني انت عايز ايه بالظبط. عاوز اوريك نار المعلم اللي بتعلم عالجلد واللحم والعظم كمان. وعشان انت طماع خد ال5 دول وال5 دول هيبقوا 10. يا معلم يا معلم اخد الشيطان، وانا غلطان وحقك عليا. يفيد بايه يا نادم؟ صح يا واد. صح يا معلم. وخد ال10 دول علاوه. روح عايز. أنا نفسي أعرف حاجة واحدة بس، الواد سفروت قبضنا 5 أيام والمعلم قايل 10. أنا ما أعرفش حاجة، سيبني في حالي يا عم معروف. خلاص، خد حسابه. طبعا أنت عايزين تعرفوا ليه أخدتوا 5 أيام بدل ال10 أيام اللي إحنا اتفقنا عليهم. بسيطة. إيه مقابلة المرة دي يا بيه؟ انت امر من الموت يا داغر. داغر كده يا حاف؟ وانا اللي جاي متسربع عشان اطمن عليك يا وداد. معلش معلش يا وداد، خدي الفلوس دول، خدي. ولو اني معذور لكن قلت لنفسي يا داغر وداد احق. خد يا وداد، خد يا وداد. وداد 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 وداد. امشي اطلع بره، امشي اطلع بره بره، اطلع بره. ربنا يتقيم منك، ربنا
انت ايه بس اللي خلاك تقوم السرير؟ كتر خيرك يا ولاد انك سطرتيني وحبستي على العرض. عليا نموت لا اشوفك. هاد اللي حصل يا تامر. معلش يا عود، هتعمل ايه؟ ده غير عمره ما ساب حد في حاله. بس مش كل الطير اللي يتاكل لحم. خلي بالك، ده غير ضوافره طويله قوي. هقصله ضوافر، وايديه اللي اتمدت على بقى الشحات هقطعها له لو فكر يمدها علي. لا، انا خايفه عليك قوي، خليني جنبك. خليك انت بعيدة يا تامر. انا كمان ليا طار عنده يعود ولازم اخده. لا يا تامر، لا، الكيش دعوة بيه طول ما انا موجود، والكلمة اللي اقولها ما احبش اتنيها. عارف يا عود، انت علمتني حاجة مهمة قوي في الدنيا دي. ايه هي؟ ان الواحد ما ياخدش الناس بالمظاهر. يعني ايه؟ يعني عوض ابو نص لسان يبقى لسانه طويل للدرجه دي؟ ده انا كنت اتمنى ان لساني يطول قد كده 10 مرات. حش حش، لسانك هيطول على مين يا سي عوض؟ عوض، هات لي ترمس. ترمس ايه؟ ده انا هجيب لك الدنيا كلها. لا يا اخوي، انا مش عايزه غير الترمس، تاكله لي بايدك. حاضر يا تمتي، اديني بريزه ترمس وتوص من عيني. بالك يا عود، انا نفسي اقلع الملاي وانزل راس، الناس تتلم ونديها طبل وراس. ايوه، وانا اقف اتفرج عليك. ما تسيبها يا اخي تديها راس وخلينا ننبسط شويه. ايوه يا اخوي، هي تديها راس وانا اقف الم النقطه. هات انت خد ترمس. دوس. هات، بص ليه؟ يلا يا اخي تعالى، يلا. ما تختيش، الراجل صدق انك هترقص. الترمس اللوز اللي بيرقص لوحده.